فما ناس اللي ما تقبلكش برشا او ما ربما ما يحبذوش يعملوا عليك، لكن اون فوا يشوفوا لي كومبيتونس نتاعك ويشوفوا لي سكيلز نتاعك ما عادش يطرح هذايا. سونيا السومري، محافظ شرطة عام من الصنف الأول، نشغل حاليا خطة كهية مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب بالأمن الوطني، متحصلة على الشهادة الوطنية للدكتوراه، متحصلة على شهادة الماجستير في العلوم الجزائية، ومتحصلة أيضا على الماجستير في هندسة الموارد البشرية، حاليا مساعد للتعليم العالي، نقري في كلية في تونس في المرحلة الثالثة، سنة أولى مرحلة ثالثة، وأيضا حضرت وكونت وأطرت في المعهد الأعلى للمحاماة. دخلت الأمن 15 سبتمبر 1999، في الحقيقة كان برغبة مني، وثم أني اجتزت المناظرة في أكثر من مناسبة، بقيت من 1995 وأنا نجتز في المناظرة حتىش 1999، لأني فقط كنت نشتغل في القطاع الخاص وما كانش عندي تغطية في القطاع الخاص، فقلت علاش لا أني أنا نشوف البيست هذه أني نشتغل فيها، خاصة وأن هي تقرب المجال اللي أنا نحبه اللي هو المحاماة أو التعليم العالي في كلية الحقوق. هذا هو السبب الرئيسي اللي خلاني أنا نشتغل أو نتوجه للمحافظي الشرطة. من اللي دخلت لقيت درجت الحق في المسؤوليات، بديت برئيس فرقة، رئيس مصلحة، حتى لين وصلت معناتها كهية مدير إدارة مركزية. طبعا المهام والتعامل معك يختلف بين أنك أنت تكون عندك مسؤولية صغيرة أو أنك أنت عندك مسؤولية كبيرة. في البداية مع رئيس فرقة ورئيس مصلحة كانت فما اون سيرتين فلويديتي في التعامل، ما فماش إشكاليات، فما معناها انكادرومون كل، لكن لما تطلع شوية وترتقي شوية في المسؤولية فما نوع هناك من التخوف ربما ومن نعرفش حتى كيفش نجموا نفسروه، بالتالي التعاطي معاك يختلف. تجربتي في الأمم المتحدة دامت عامين، تحديدا في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كنت مسؤولة على مشروع إقليمي يضم تونس والجزائر والمغرب ومصر. الميزانية اللي تصرفت فيها في حدود 1.8 مليون دولار، والمدة دامت 18 شهر، معناتها أنجزت فيها الخدمات المطلوبة. كنت معناها المرأة الوحيدة اللي خدمت في مجال تصرف الحدود ومراقبتها، وفي مجال استراتيجي لأني كنت معنية بتطوير معناتها مخطط على المستوى الإقليمي يتعلق بإحكام التصرف في المنافذ الحدودية اللي هي البرية والجوية والبحرية، والحمد لله نفذت المشروع وأنجزت، وتم معناها التعليق معناها معلقة شرف من عند سيد الوزير في الخصوص هذا لأني أنا أنجزته بنجاح. انخرطت في الأمن لأنه وجود المرأة عامل توازن في الأمن ومشجع، وبإذن الله إن شاء الله تلقى كان الدعم اللازم، خاصة بعد معناتها الخطوات متاع الإدماج اللي قاعدة تاخو فيها الوزارة في هذا الاتجاه.